من حلب هنا صنعاء وهنا اليمن. اليوم الوطني للصمود أحيا فعالياته الاتحاد الوطني للطلبة اليمنيين في جامعة حلب برعاية من قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وبحضور سفير اليمن في سوريا والوفد المرافق. أن الحرب على بلادنا هي عدوان أمريكي بامتياز، وأن الحصار المطبق على شعبنا هو عدوان أمريكي بريطاني صهيوني في الدرجة الأولى، وأن السعودية وإن كانت رأس الأفعى في هذا العدوان إلا أن آل سعود لم يعد بإمكانهم الخروج من هذه الحرب إلا بقرار أمريكي. وها أنتم ترون بشائر هزيمة داعش الكبرى بفضل الله وبفضل أنصار الله ورجال الجيش واللجان الشعبية والصمود الشعبي اليماني وحنكة القيادة السياسية والثورية ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي حفظه الله. فإلى السلام المشرف العادل إن كانوا جادين، وإلا فاليد على الزناد كما يعرفون. قادمون في العام السابع ومتقدمون بنصر من الله وتأييده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الجانب السوري في الفعالية ممثلا بقيادة فرع حلب لحزب البعث أكد تضامنه مع اليمن قيادة وشعبا في مواجهة قوى العدوان. في قلب العدوان وفي قلب احتدام العدوان والقوة النارية الأمريكية على الشعب اليمني، لم ينسى اليمنيون فلسطين ونادوا بحق فلسطين ووقفوا إلى جانب فلسطين، رغم أن بنفس الفترة هناك من يطبع وهناك من يفتح سفارات وهناك من يركب الطائرات الفخمة إلى القدس وتل أبيب. اليمنيون لن يقبلوا ولم يقبلوا بتحويل البوصلة. حشد من الطلبة السوريين واليمنيين والعرب غصت بهم قاعة الملتقى كشباب موحد سجل موقفه من العدوان مشيدا بصمود وانتصارات الشعب اليمني. نحن اليوم لحياة فعالية الصمود الوطني أتينا لكي نترجم هذه المشاعر التي يعيشها طلب العرب ويعيشها أبناء اليمن في الخارج بشكل عام بما يتحقق على أرض اليمن من انتصار. نحن فخورين جدا بكل مقاتل يمني على أرض الجبهات انتصر لكرامة هذه الأمة وانتصر لكرامة إرادة اليمن. هي رسالة لجميع الطلاب اليمنيين الدارسين في الداخل والخارج للسعي بكل السبل لدعم صمود شعبنا اليمني المقاوم وإيصال مظلوميتهم وقضيتهم، فهم النخبة المثقفة وقادة المستقبل. كما شهدت ساحة جامعة حلب وقفة تضامنية مع اليمن في ذكرى صموده السادسة، وصدحت حناجر المتضامنين بهتافات الإدانة بقوى العدوان. تسقط تسقط أمريكا، تسقط تسقط أمريكا، تسقط تسقط إسرائيل. واختتم الملتقى بتكريم راعي الفعالية والمنظمين وقناة المسيرة لدورها في المواجهة الإعلامية. كنان اليوسف، المسيرة، حلب.